اهلا وسهلا بيكم مع حلقه من احلى حلقات برنامج من القلب للقلب. عنوان الحلقه النهارده اله المستحيلات. النهارده هنشوف حاجه عمليه ازاي الهنا فعلا اله يصنع المستحيل. اله قادر على صنع الحاجات اللي نقول مش ممكن. عارفين الايه بتاعت الحلقه النهارده بتقول ايه؟ استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. مثل النهاردة على شخص قال الكلمة دي والله صنع المستحيل في حياته. أقدم لكم ضيف الحلقة النهاردة، هو مش غريب عليكم، هو ابني الأسترالي السربيان نيك. كونجراتيوليشن. Thank you very much. Thank you. مبروك مبروك مبروك. شكرا شكرا شكرا. هو بيتكلم عربي دلوقتي. نيك نيك بيتكلم عربي ومكسيكاني اسباني زي لغه مراته وجابانيز زي لغه مراته برضو. فالنهارده هنشوف ربنا صنع المستحيل في حياته ازاي. انا فرحانه قوي ان انت معايا النهارده. It is my honor to be back here. Thank you so much. My Egyptian mom, I love you. I love you. So much. Thank you for everything you're doing for the whole region. And we're praying for you and we're praying for everyone there. And we have everyone close in our hearts, especially Egypt, but the whole region. We pray for them. هو بيشكرنا على اللي بنعمله في البلد بتاعتنا. وقلب وفي ايجيبت وفي مصر وبيحبها وراحها، وزي ما انتوا كلكم عارفين ازاي ربنا استخدمه معانا في مصر. بس النهارده هتكلم معاه على حاجه مهمه قوي، على ازاي ربنا صنع المستحيل في حياته واداله عروسه اموره قوي. وهساله هقول له انت قابلتها ازاي. Well, you know, you're one of the people who always remind me that when we're faithful with the little, God blesses. بيقول لي إن أنا دايماً بفكر وبقول له إن لما تكون أمين في القليل ربنا هيقيمك على الكتير. And it started from me having an invitation to speak to a small group in Texas of 16 people. الحكاية كلها ابتدت ادعى إن هو يتكلم في مجموعة صغيرة في تكساس، عددهم كان 16 شخص. I was to tell them about the ministry and where we're going and what we're doing to see if they would support us. وكان هيكلمهم عن الخدمة بتاعته وإزاي الرب بيدعوه وهواخده لفين، وكان يعني علشان يساعدوه ماديا. My wife and I have a mutual friend and through that mutual friend Tammy, that's how we met. كان هو وهي عندهم صديق مشترك اسمها تيمي، ومن خلال تيمي هما الاثنين اتقابلوا. تيمي was at that event. وتيمي كانت موجودة في الاحتفال ده أو في الاجتماع ده. But six months before I met Tammy and she said I have someone for you to meet. لكن قبل الاجتماع ده بست أشهر قابل تيمي وقالت له أنا في واحدة أحب إن أنا أعرفك عليها. At that time she thought maybe I could get hooked up with my wife's sister. وساعتها هي كانت بتفكر في أخت عروسته الحالية، وكانت بتفكر إنه ممكن يرتبط بيها. But when I saw my wife at the bell tower, both women, I mean her sister Yoshi is a Proverbs 31 woman. Anything that a man would ever want in a wife, she has. But there was a special connection between me and Kanae. Wow. وهو بيقول إن هو قابل أختها وقابلها هي كمان في نفس الوقت، وبيشكر في أختها جدا وبيقول إنها امرأة فاضلة وأي واحد يتمناها. لكن بيقول أول ما شاف كناي قلبهم ارتبط ببعض وعرفوا إن هم لبعض. And I thank your viewers for praying for me for my wife. I know many of your viewers were praying for that. وهو بيشكر مشاهدينا إنهم كانوا بيصلوا له وهو شاف الموضوع ده، خصوصا في مصر إن كان في ناس كتير من أحبائنا بيصلوا له وبيشكرهم علشان كانوا بيصلوا له لاختيار الزوجة الصالحة. So thank you and thanks for your congratulations and you know I've never been happier. You can see it on my face. هو فرحان قوي وبيقول انت عارفة ان انا ده اسعد وقت في حياتي، ما كنتش اسعد من الاوقات دي في حياتي، وهو بيشكرني على اني كنت جزء من الموضوع ده. So we met in April 2010. اتقابلوا في ابريل 2010. Six months later we started courting.
وبعد 6 اشهر ابتدوا يتعرفوا ببعض ابتدى الموضوع جد شويه We were together for 12 months before I proposed. وقعدوا مع بعض 12 شهر يعني سنه تقريبا قبل ما يتقدم لها رسمي بالطريقه الامريكيه And then 6 months later وبعديها ب 6 اشهر We were married. اتجوزوا And you were there. وانا حضرت الفرح يا ريت لو نجيب بعض الصور بتاعه الفرح وهنكررها كتير عشان كلكم تتمتعوا بيها نيك احساسك ايه وان ربنا بيحقق حلم من احلامك انك تتجوز احلى واحده في الدنيا لو نجيب صوره الفرح عشان الناس كلها تشوف قد ايه هو هي جميله When I started seeing that this is becoming a reality and that a woman can actually love me reciprocated love وهو ابتدى يقول لما اول ما شفتها وعرفت ان في واحده ممكن تحبني واحبها To have faith in the God of the impossible, even though I have no arms, no legs. وإن هي يكون عندها إيمان في إله المستحيل حتى لو هو من غير دراعات ومن غير رجلين. When we met, she had no idea who I was. وهي لما شافته ما كانتش تعرف أي حاجة عنه. Never heard that I was a speaker. وعمرها ما كانت سمعت إن هو متحدث ولا خادم ولا Not مشهور. Not one YouTube video. ولا كانت شافته في اليوتيوب فيديو. But there was just something, this connection, this divine connection that happened. لكن حاسة إن في ارتباط إلهي ربطهم ببعض. And we laid it down at the feet of Jesus. وحطوا الإحساس ده هو تحت رجلين يسوع. And we prayed that God would lead us. وصلوا إن ربنا يقودهم. And sometimes it feels like even today, like every third day, I say, "How did I get you?" ودايما بيقول لها أنا إزاي إن أنا خدتك. You're so beautiful. انت جميلة قوي. So perfect. انت كاملة. She loves me in a way that I never thought I'd be able to be loved. بتحبه بطريقة عمره ما كان يتخيل ان ممكن واحدة تحبه بالطريقة دي. And that is a love straight from heaven. وده فعلا حب جاي من السماء. So thankfulness. الشكر. Thankfulness is just the overwhelming emotion I have. واحساسه بالشكر احساس مغطي على كل حياته. What a blessing. The greatest joy after salvation itself is my wife. بيقول احسن حاجه حصلت في حياته هو الخلاص والحاجه الثانيه اللي عظيمه في حياته جوازه من مراته. This is amazing. Amazing. Nick, can you tell me about your wedding day? احكي لي على يوم فرحك. It was a gorgeous day. I mean, we had about 260 people there. كان يوم جميل جدا. تقريبا 260 واحد راحوا لو ممكن نتفرج على الصور برضو مره تاني I now live in Los Angeles. هو عايش في لوس انجلوس So we got married in California. واتجوزوا في كاليفورنيا And many people from Hong Kong, South Africa, Australia, Canada, people were there. ناس جت من كل انحاء العالم عشان تحضر الفرح من استراليا وهونج كونج و Mexico. ومكسيك وأماكن yeah. تانية كتيرة كان فعلاً international wedding. Yeah. So it was fantastic. It was the best day of my life. كان أحلى يوم في حياته. أحلى يوم في حياته. Just you could feel the Holy Spirit just smiling. كان حاسس كأن الروح القدس وجود الله موجود حاضر في المكان ومبتسم وفرحان. And you know, when I was a kid, I was worried I can't even dance with my bride on our wedding night. وكان دايما وهو صغير يفكر طب انا يوم ما اتجوز هرقص ازاي مع عروستي But she is such a graceful she's royalty she is the daughter of god وهي بنت ربنا وهي زي هي برنسس وعظيمه جدا وجميله جدا we danced ورقصوا مع بعض and it was amazing كانت حاجة رائعة أنا شفتها أنا كنت بعيط لما كنت شايفاه وهو بيرقص معاها لأنه كان دايما يقول لي إزاي أنا هرقص في يوم الفرح yeah. wow. It was beautiful. احكي لي إزاي أنت رقصت معاها ربنا ادالك فكرة على الكرسي العالي اللي بيتحرك We didn't even practice we just, you know, went up side to side and did this, and she did a twist, and then I did a twist, and we just, you know, improvised. But it was like, wow, how long did you practice that for? Yeah. هو بيقول هما ولا هما اتدربوا على الرقصة بتاعت الفرح ولا عملوا أي تدريب لكن جت طبيعية جدا وكانوا بيرقصوا كأنهم متدربين على الرقص ده وبيرقصوا مع بعض طول عمرهم لكن
كده حصلت في ساعتها. كنت دايما بتقول لي لما اتجوز ازاي هحط دراعي حواليها وازاي همسك ايديها؟ ازاي اتغلبت على المشاعر دي؟ Just the love that I feel when I look at her and she looks at me, it's as if her love already embraces me. هو بيقول بيتكلم كلام كبير قوي. هو بيقول ان حبها لي كانه كان بيحضنه وكانه حاسس باحساس الحضن ده هو وانه حاطط ايده عليها وهي حاطه ايديها عليه. الحب احساس فعلا. You know, when we go down the street and I'm in my wheelchair, in my electric wheelchair, and she puts a hand on my left shoulder, and that's how we hold hands sometimes. You know? الطريقة اللي هم بيتلمسوا بيها مع بعض لما بيكونوا بيعدوا الشارع وهو قاعد على الكرسي المتحرك بتاعه وتحط إيديها على كتفه. دي الطريقة اللي بيحس كأنه ماسك إيديها بيهم. You don't need hands to hold someone's heart, and that's what women need. A man always looks at, well, how much am I providing? What can I do? But it's not about being a good provider. It's about being a godly man, trusting in the provider. هو بيقول احنا مش محتاجين دراعات ولا ايدين عشان نلمس قلوب بعض. دايما الراجل بيفكر ايه اللي انا اقدر اديه لمراتي وايه اللي انا اقدر يعني اسد احتياجها بيه. لكن الموضوع اكبر من كده. الموضوع مش بس ان انت تسد احتياجها لكن الحب بيغطي كل احتياج. God is good. God is good. How do you say God is good? إلهنا عظيم. إلهنا عظيم. إلهنا عظيم. إلهنا عظيم. إلهنا عظيم. فعلا. Okay, I'm gonna get it. إلهنا عظيم. إلهنا. إلهنا. عظيم. عظيم. I love you. I love you. Great. I love you too. حبيبي. حبيبي حبيبي. نيك بابا وماما كانوا حاسين بإيه؟ لما كنت بتقول لهم انا في يوم من الايام هتجوز ويوم الفرح حسوا بايه؟ Well, my dad always had concerns, you know, and my mom, who I'm gonna marry. You know, at 13 years old, my mom told me, make sure you have a prenuptial agreement. And, you know, they think as parents, well, who would want to marry Nick? I mean, they had no choice to love me because they were my parents, but who would choose to love their son? كان بابا ومامته دايما بيفكروا طول عمرهم مين اللي ممكن تحب نيك؟ هما طب بيحبوه عشان بابا ومامته يعني طبيعي هيحبوه، لكن مين هيختار انه يحب واحد في حالة نيك؟ فكانوا دايما عندهم يعني اسئلة كتير وعندهم اهتمامات كتير. لما تتجوز لازم تكتبوا العقد وتكتبوه بطريقة صح علشان يحافظوا عليه. They sat her down when we were dating. واو قعدوا معاها لما كانوا لما ابتدوا يتعرفوا ببعض. And they said, so what if your kids have no arms, no legs? Not that medically speaking that's going to happen actually. We totally don't expect that. But what if that happened? وقعدوا معاها وقالوا لها حاجة غريبة جدا. قالوا لها انت ممكن تتوقعي ان تجيبي اولاد ويكونوا برضو من غير دراعات ومن غير رجلين؟ هيبقى احساسك ايه؟ ده ممكن مش هيحصل ميديكالي يعني بس ممكن انه يحصل. She said even if we had five kids and they all have no arms no legs I will love them all just like I love Nick and they will at least have a good example to live from. اوه قالت لهم حتى لو عندي خمس عيال والخمسة زي نيك من غير اطراف انا هحبهم لانهم برضو هيمثلوا لي نيك اللي انا بحبه. Amazing. 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 This is really amazing. So when my dad was having his speech at the wedding, وبابا اتكلم في يوم الفرح, he was crying. كان بيعيط. He said he couldn't imagine that his little boy who was born without arms and legs could be married to someone. هو ما كانش قادر يصدق ان ابنه اللي اتولد من غير دراعات ومن غير رجلين ممكن يتجوز في يوم من الايام. But not just anyone, such a beautiful and amazing girl. ومش اي واحده, واحده جميله وعظيمه جدا. And he just saw it as a beautiful testimony of the God of the impossible. وهو كان شايف ان دي فعلا اختبار رائع وفعلا يعني حاجه بتظهر اله المستحيلات في اوجه حالة من حالات المستحيل. آه. God is good. God is so good. ربنا أكد لك مرات كتير إنك أنت هتتجوز
وأنا دي شفتها بعناية في مصر. احكي لنا عن النبوة اللي جات لك في مصر واللي جات لك بعد كده في الكويت. You know, when we talk about prophecies, I want to encourage people. Some people believe in prophecies, some people don't believe in prophecies. لما نتكلم على النبوات عايز يشجع الناس. في بعض الناس مش بتؤمن بالتنبؤات وفي ناس بتؤمن بالتنبؤات. And I'm very careful with saying what God told me or what God didn't tell me. وهو بيبقى حريص جدا لما بيسمع كلمة ربنا قال لي أو ربنا ما قاليش. Because there were times where I thought this is what God said, but it didn't happen. وساعات في حياته هو الشخصية بيسمع حاجة وبيتهيأ له إن ربنا قالها له بس مش بتحصل. But prophecies are real. لكن التنبؤات دي حاجات حقيقية جدا. And when people prophesy over you, ولما الناس تتنبأ عليك, make sure that you don't chase after the prophecy itself, but chase after God's heart and let the prophecy be confirmation. وخد بالك جدا إن لما حد يتنبأ على حياتك إنك ما تجريش وراء النبوة لكن تجري وراء إله اللي بيتكلم لحياتك. I've seen so many prophecies spoken over you and I and our ministry together and it's all come true. وهو شاف إن في ناس اتنبأت عليا أنا ونيك والخدمة بتاعتنا مع بعض وهو شاف إنها كلها اتحققت. But you're right, there was that prophetess Janice. لكن هو برضو بيقول لما كنا في مصر كان في نبية اسمها جانس سليم. She told me that there was going to be a change in some people around me. وقالت له إن هيكون في تغيير في الموظفين اللي بيشتغلوا معاك الجروب اللي راح مصر معانا. And it happened. وحصل في نفس الوقت. And I didn't do a thing. وهو ما عملش حاجة خالص. I just watched. وهو اتفرج وشاف النبوة دي بتتحقق. And then she said within 5 years that I would get married and have kids. وقالت له إن في خلال 5 سنين أنت هتتجوز وهيكون عندك أولاد. So far. ولغاية دلوقتي. I got married. اتجوز within the 5 years. في خلال الخمس سنين. From what I remember, I think that's what she said. ده كان 208. It was recorded. Yeah, it was recorded, written actually. Yeah, written. 208. Yeah. When so we were what, in we Egypt. We need to have a baby by next year then? So probably baby is coming next year. But remember, she didn't say babies in 5 years, right. Marriage in five right. years. Right. But that's what the Lord said. ده اللي الرب قاله. And then حصل confirmation للنبوة دي في الكويت. And then what happened was you saw me and I talk about it in my new book. I had a burnout in December 2010. في ديسمبر 2010 كان تعب جدا وكان في حالة صعبة جدا. You and I went to Kuwait in 2011. وانا هو رحنا January. الكويت في الوقت ده هو. And that's where I met him. وقابل and his wife. القسيس نبيل عطلة ومراته منال عطلة. And I was going through a depression. كان عنده اكتئاب. And we'll talk about that later. نتكلم في الموضوع ده بعدين حالة But الاكتئاب اللي جات له. He said that my wife was going to hold me while I cry. وهو قال له أنا شايف إن مراتك دي هتحضنك وأنت بتعيط. And the depression will go. من الحضن ده كل الاكتئاب هيروح. And that God will protect my head through it. وإن ربنا هيحافظ على رأسك في يوم الحرب. And through that time, that's exactly what happened. ومن خلال الوقت ده ده بالظبط اللي حصل في حياته. And I had such a great loyalty from all my board members and all my staff at Life Without Limbs. ومن الوقت ده حصل له إن كل الناس اللي حواليه في الشغل اللي بيشتغلوا معاه عندهم ولاء تام لي. And you, my Egyptian mom. وأنا أم المصرية. Praying for me every day. بصلي لك كل يوم. Everyone who prays for me and lifts me up is so amazing. كل واحد بيصلي له وبيرفعه أمام عرش النعمة ده شيء بالنسبة له كبير قوي. So when someone says something, فلما حد يقول لك كلمة نبوية, don't change how you do things. ما تغيرش الحاجات اللي انت بتعملها علشان انت يعني تخلي البروفيسي دي تحصل. Give it to God. اديها للرب. And let God do it. وخلي الرب يعملها ويصنعها. If not, ولو ما حصلش, we get confused. بنتلخبط. Whatever happens, لكن أي حاجة بتحصل, as long as we love him and serve him, المهم إن إحنا نكون بنحبه وبنخدمه, his glory will be revealed in time. مجده هيظهر في الوقت المناسب. Yeah. أنت شفت نماذج عظيمة للمرأة في حياتك. كلمني عن المرأة في حياتك والنماذج دي. My mom is incredible. She has such a big heart.
مامته قلبها كبير جدا وست عظيمة جدا. ياريت لو نجيب الصورة بتاعته هو ومامته وبابا في الفرح عشان الناس تشوف الأم العظيمة دي. She's also a doer. She does things. وهي كمان بتعمل أمور, يعني مش واحدة بتحب بس, بتحب وبتعمل. Even last week, mom and dad were helping us landscaping our new house. لسه الأسبوع اللي فات بابا ومامته راحوا البيت وكانوا بيعملوا له الحشيش في بيته ويحركوا العفش But I admire her because she truly emanates a Proverbs 31 woman. وهو بيحبها لأنه هو شايف إن هي فعلا المرأة الفاضلة اللي بيتكلم عنها الكتاب المقدس. She doesn't stop till it's done. وما بتبطلش غير لما الأمر يحصل. And dad has a certain attitude like that too. وبابا كمان بنفس الطريقة. But mom, she was crying like crazy when we were getting married. مامته كانت بتبكي, أنا شفتها في الفرح كانت بتبكي قوي قوي يعني. And the way now she talks to other mothers of people with no arms and no legs, she encourages many, many women. وهي بتتكلم مع الأمهات والآباء اللي عندهم أولاد من غير أطراف وبتشجعهم جدا. My wife is such an awesome example. ومراته كمان امرأة عظيمة في حياته. I adore her. بيعبدها, بيحبها حب جدا. The way she's gracious. بطريقتها. Meek. ومتواضعة. Very strong but very gentle. قوية جدا, شخصيتها قوية لكن لطيفة جدا وجنتل قوي. She's patient. وعندها صبر. She works hard. بتشتغل جامد جدا. All the time. كل الوقت. She prays for me. بتصلي عشانه. And it's amazing how God put us together. والشيء العجيب إزاي ربنا حطهم مع بعض. And have a reciprocated adoration for each other. وعندهم حب متبادل واحترام متبادل وبيحبوا بعض جدا. She is my greatest inspiration. وهي سبب التشجيع والأمل والتفاؤل في حياتي. And I love that verse where it says one will slay 1,000 and two will slay 10,000. وبيحب الآية جدا اللي بتقول واحد يوقع 1,000 واثنين يوقعوا 10,000. Because now we've seen so far 500,000 souls come to the Lord Jesus Christ in the last 10 years, and now we pray for 5,000,000 souls in the next 10 years. وهو شاف ناس كتيرة نص مليون جم للرب عن طريق الخدمة بتاعته, لكن بيصلوا لأعداد أكتر تيجي في السنين اللي جاية. So it's amazing. ده شيء and then عظيم. You are a great example, and your daughter. Me? You. بيقول إن أنا كمان مثل حلو في حياته أنا وبنتي جاكي. I look up to you and your daughter. بيبص لنا بصة. Great examples of woman leadership. Thank you. Thank no you. Worries. شكراً, شكراً, شكراً حبيبي. أنا عارفة إن أنت عندك قلب للست وبتحس إن الست دي لازم تكون في مكانة عالية وقلبك بيوجعك لما بتشوف الستات بتستعبد أو بتزل أو بتتعامل معاملة وحشة. ولما رحت مصر يعني أنت شجعت الستات وقلت لهم كلمة أثرت في ستات كتير جدا سمعت منهم بعد كده. قولي كان إحساسك إيه وأنت بتقول الكلمة دي وبعدين هنيجي نسمعها مع بعض. Felt like I was in a dream. كان حاسس كأنه بيحلم. It was a very historical night. كانت ليلة تاريخية. I had never seen such a large crowd where I could do something like that. وعمره ما كان شاف عدد كبير وزحمة كبيرة قوي ويقدر يعمل فيها التأثير اللي عمله. I hate all oppression of human beings. هو بيكره الذل للإنسان بصفة عامة. But especially women and children. لكن الأطفال والستات. My heart breaks. قلبه بيكسر عليه. And I love seeing the prison gates open. وهو نفسه يشوف إن قضبان السجون تتكسر. And the broken-hearted seeing a glimpse of light. والقلوب المكسورة تشوف نور من جديد. And I'm not the light. هو مش هو النور. I'm not the strength. وهو مش القوة. I'm not the perfect example. ولا هو البرفكت مثل. Jesus is. يسوع هو البرفكت مثل. It was a very much a humbling evening. كانت ليلة عظيمة جدا وليلة علمتني إن أتضع إزاي. واو, إيه رأيكم نروح ونشوف ربنا عمل إيه في الليلة دي وإيه الكلام اللي قاله للستات اللي شجع قلوبهم. Women, يا سيدات,
You do not have to be ashamed. مش لازم انكم تكونوا حاسين بالخزي. You do not have to be ashamed. مش لازم تكونوا حاسين بالخزي والعار. Those who humble themselves before the Lord اللي بيتضع تحت يد الله will be exalted. هيرتفع. For now, والنهاردة دلوقتي, maybe you feel oppressed. ممكن تكون حاسة بضغوط عليكي. Maybe you feel put down. ممكن حاسة ان انت اللي معاكي بيحطوكي تحت. Your father لكن أبوكم is with you. معاكم. I do not know what you are going through. أنا مش عارف اللي انتوا بتمروا بيه. And I don't know what people have done to you. وأنا مش عارف اللي الناس أذوكوا وجرحوكوا بيه. Maybe men in your life have put you down. ممكن راجل في حياتك يكون حطك تحت. I am not Egyptian. أنا مش مصري. I am only a man. أنا بس راجل. But I want to tell you. لكن عايز أقول لكم. From every man who has ever hurt you. بالنيابة عن كل راجل جرحكم وأذاكم. If you have never heard these words before. لو عمركم سمعتوا الكلمات دي قبل كده. Let me be the first man. خليني أكون الرجل الأول. To say on behalf of all the men that have hurt you. إن أنا أقول لكم عن بالنيابة عن كل راجل جرحكم. I am sorry. أنا آسف. I am sorry. أنا آسف. I am sorry. أنا آسف. But please know. لكن من فضلكم اعرفوا. That from the depth of my heart. إن من كل قلبي. I thank you. بشكركم. God bless you all. ربنا يبارككم كلكم. Thank you. شكرا. شكرا. Amazing night. كانت ليلة مش ممكن. It was amazing. It made history. Healing right there and then. So many chains broken. So many eyes open. الرب شفى ناس كتير. الرب كسر قيود ناس كتير. فتح عينين ناس كتير في الوقت ده. دي حقيقة. Praise God. Thank you. Thank you so much. إنك قبلت الدعوة. ربنا يباركك for everything that you did. ربنا يباركك أنت. نيك أنت يمكن ما عندكش أطراف. لكن عندك مواهب كتير وإحساسك إن أنت ما عندكش أطراف كان دايماً مخليك تحس إن مش ممكن إنك تستخدم مواهبك لأن مين اللي هيبصلك ويديلك الفرصة لكن أنت استخدمت موهبة من المواهب اللي عندك في إنك تغني بطريقة جميلة جداً وعظيمة جداً وربنا فتح الباب قدامك للأمر ده احكي لنا عن الأغنية الجميلة قوي اللي عملتها وليها تأثير عظيم على الناس. I went to a dinner with my friends one night and there was an artist playing in Santa Barbara in California. كان راح مع واحد من أصدقائه في سانتا باربرا كاليفورنيا وكانوا بيتعشوا مع واحد وكان في واحد بيلعب was he playing music? Playing music and singing. His name is Tyrone Wells. كان واحد في المطعم بيلعب موسيقى وبيغني اسمه تايرون. Tyrone Wells. Wells. Yeah. And he's a Christian. وهو مسيحي. But he goes out into the places where everyone else is. He doesn't do churches. He just goes to the places where the people are. وهو مش بيخدمته في الكنيسة لكن خدمته في الأماكن اللي الناس موجودة فيها. He goes to pubs. بيروح البابز. He goes to clubs. والكلابز. And tells them about Jesus. وبيقول لهم على يسوع. It's amazing how he does it. شيء عظيم اللي هو بيعمله. So I heard this song. وهو سمع الأغنية بتاعته في ريستورانت في مطعم. And he was there and I'm like, what a song. وهو هناك بيقول إيه ده دي أغنية جميلة جدا. There are about 150 people there. كان في 150 واحد تقريبا موجودين. And I looked around the room and everyone was crying. وبص في الأوضة في المطعم ولقى كل الناس بتدمع. I thought, what a powerful song. وقال قد إيه السونج دي قوية. If I could ever do a song. وقال لو أنا عملت في يوم من الأيام write, أغنية وعملها صح هتبقى دي الأغنية اللي أنا أحب أعملها. So I have a friend وعنده صديق تاني called John. اسمه جون. And John said, I'll help you record it. جون قال له أنا هساعدك إن أنت تعمل لها ريكوردينج. Tyrone gave us permission to use the song. وتايرن اداله اوكي ان هو يستخدم الأغنية بتاعته. And God gave me a visual of the music video, how it looks.
وربنا اداله صوره للميوزك فيديو هتبقى شكلها ايه الفيديوهات اللي هيحطها معاها الفيديو از باورفل والفيديو قوي جدا still today ولغايه النهارده every day كل يوم since the last 18 months في ال 18 شهر اللي فاتوا 5000 people a day watch this 5000 شخص بيدخل على الاغنيه دي وبيتفرج عليها nearly now 1.7 million people تقريبا 1.7 مليون اتفرجوا عليها يعني تقريبا 2 مليون people decided not to commit suicide because of this music video وناس كتيره قررت انها ما تنتحرش بعد ما سمعت الاغنيه دي it's a video about people's broken pieces and how there is still hope وبيتكلم على الاغنيه دي بتتكلم على ناس مكسوره لكن لسه في امل ليهم it's not always about looking down horizontally what can satisfy me or who's attacking me or my circumstance but looking up to knowing that there's something more which والاغنيه كلها على مش انا هعمل ايه ولا مين اللي بيتعبني ولا مين اللي بيضايقني ولا مين اللي بيقول كذا او كذا لكن تبص لفوق للامل so we did this وعملوا الاغنيه دي and it was a lot of fun وكانت جميله جدا it was my first production ودي كانت اول حاجه هو عمل لها انتاج my first song واول اغنيه غناها and I really feel God's leading me to record an entire album next year وهو حاسس ان ربنا بيقوده السنه الجايه يعمل البوم بحاله maybe I can do an arabic song oh you can do an arabic song عايز يعمل اغنيه بالعربي ايه رايكم شجعوه بقى شجعوه ايه رايكم نروح ونسمع الاغنيه دي مع بعض واحنا عملنا لها سب تايتل بالعربي اتفضل Where do we go when hope runs out? When we're empty? When there's nothing left?
years old, I tried to commit suicide. I had lost my hope. I tried to drown myself, but I couldn't do it. God had a plan for my life, to give hope to other people through my story. الأغنية دي حاجة كده ترفعك تعرف أي ترفع أي حد مكتئب أي حد تعبان. اليوتيوب بتاعها يعني إزاي الناس تتفرج عليها في اليوتيوب؟ يحط اسمك بس. If they look up just Nick Vujicic something more. In fact, I really you guys should just put that Arabic translation up on YouTube and just share it with all your friends. I don't care where it goes, but just get it out there. For sure هحطها على اليوتيوب شانل بتاعتنا وتبقى على الويب سايت. Great. كلنا نتفرج عليه إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. It's coming back to me. Do you remember? عفواً. عفواً. شكراً عفواً. شكراً عفواً. Right. You're very good with languages. Only a little bit of words in each language. بينقط بسرعة قوي كلمات من لغات مختلفة. الحقيقة إنك ربنا مديله مواهب كتيرة. الأغنية أو الغنى وكلكم شفتوا صوته حلو إزاي ودمه شربات إزاي. يعني أنا متأكدة مش أنا بس اللي بحبه، كلكم بتحبوه وبتعبروا عن حبكم ليه بطرق مختلفة. هنفتح التليفونات كمان شوية، لكن أحب أتكلم معاه عن موهبة تانية عنده. عندك موهبة تانية، التمثيل. يا ترى وانت صغير كنت ممكن تفكر انك في يوم من الايام هتمثل؟ هل ده جالك يعني ولا كنت حاجة بتتمناها؟ يعني عندك مواهب كنت بتحلم انها تتحقق؟ I think I'm more just dreamed of, really. I didn't think that I thought maybe one day I could be an actor. كان بيقول ممكن في يوم من الأيام حلم جوا ممكن في يوم من الأيام يبقى ممثل. But I did talk to my mom about it. واتكلم مع مامته عن الموضوع. At 13. وهو عمره 13 سنة. She said if you ever get into Hollywood just promise me one thing. وقالت له لو رحت هوليوود توعدني بوعد واحد. She said make sure you're not in the sideshow alley of a freak show of a circus. قالت له يعني اتأكد ان انت ما بتعملش تمثيل في اي كلام خصوصا الحاجات بتاعه السيركس. And I thought of course I'd never do that. وقال 100% انا عمري ما همثل حاجه زي كده في السيركس. I had two other opportunities to go into movies.
وجات له فرص ان هو يروح يعمل موفيز. But I said no to them because I didn't like the character. وقال لا لانه ما عجبتهوش الشخصيات اللي كان هيمثلها. When I got this script. لكن لما جاله الفيلم ده. I didn't like the beginning part of the character. ما عجبوش البدايه بتاعه الشخصيه. But I loved the message and transformation of the character. لكن عجبته جدا جدا الرساله اللي بيقدمها الشخصية دي. And I thought the movie just emanated such a wonderful message. The same message that I try to tell people about knowing that you don't know what God can do with your broken pieces until you give him your broken pieces. وهو شاف انه في السكريبت ده او في الكلمات بتاعت الفيلم ده هو انها بتحقق الرسالة اللي هي شغلة قلبه. ان مهما تكون مكسور ومهما يكون حياتك بتقول ما فيش فايدة لكن الله ممكن ياخد الجزء المكسور ده ويحوله لحاجة كاملة. إيه رأيك نفرج الناس عليها ولا لا؟ Sure, why not? أوكي. تعالوا معايا دلوقتي ونتفرج على التريلر بتاع الموفي سيركت سيركل. Butterfly Circle. Butterfly Circle. Freak show in town. Mr. Keith Robinson. We've got the Limbless Band. Come right on in. Come on in, ladies and gentlemen. Come on in, ladies and gentlemen. Come on in. We have the best show in town. Ladies and gentlemen, the perversion of nature, a man, if you can call him that, God himself has turned his back upon. The Limbless Man! You are magnificent. What's the matter with you? Don't you know nothing? That was Mendes. You just spit on the showman from the Butterfly Circus. Maybe I will. We don't have a sideshow here. Every circus has one. People come from all over the place to see us. And why do they come, Will? You can stay as long as you like. But I go run a different show. My boy here would sure like to say hello to the strongest man in town. Wow. Are you in the show too, mister? Splendid, isn't it? Where they move, full of strength. Color and grace. But you? Cursed from birth. A man, if you can call him that, who God himself turned his back upon. Stop it! Why would you say that? Because you believe. Glory is the triumph. فيلم جميل جدا. ازاي بتعمل ده كله؟ Well, I was only acting. I didn't write or produce that one. But this is a piece that just won my heart. هو بيقول ان هو بس بيمثل مش هو اللي كتب في حد كتب وعمل البرودكشن كلها. لكن هو قام بدور التمثيل وبيقول ان الدور ده فعلا اخذ قلبه. Tens of millions have watched it on YouTube. اكثر من 10 مليون اتفرجوا على الفيلم ده في اليوتيوب. Look up Butterfly Circus short film, the 22 minute version, and that's the full length. دوروا عليه على اليوتيوب Butterfly Circus short film. Film. Yeah. Butterfly Circus short film. 22 minute version. 22 minute version. That's it. Oh, it's gorgeous. So many people I've met face to face have actually decided not to commit suicide because of that film as well. Wow. It's amazing.
it seems ان ده الموهبه اللي ربنا مديها لك انك بتيجي ضد روح الموت. بيقول ان في ناس كتير برضو جات له وقالت له احنا كنا هننتحر لكن بعد ما شفنا الفيلم ده بطلنا نفكر بالطريقه دي. حصلت معاه في الفيلم وحصلت معاه في الاغنيه. It seems ان God يعني ربنا بيعمل معاك بيدي لك قوه خاصه ضد روح الموت وضد روح الانتحار. That's it, exactly, because I faced death and I saw the power of Jesus turn my life around. And more than anything, I want the world to know that Jesus lives and he can turn anyone's life around. وهو ده اللي حصل معاه لانه هو صغير كان عايز ينتحر لكن يسوع دخل حياته وغير حياته وغير كل المفهوم ده. والنهارده الرب بيستخدمه في انه يهاجم الروح دي روح الموت. Amen. Amen. So through production or music or acting or speaking or writing, anything and everything that I say and do may be glory to God. أمين أمين. هو بيقول إن كل حاجة ربنا اديها له سواء أغنية سواء فيلم سواء كتابة أو إنه بيتكلم في أماكن بيقول إن لمجد الرب وإن عظمة الرب تبان والرب يتمجد. أمين أمين. Usually لما الرب بيخلصنا من حاجة بيدينا قوة وبيستخدمنا ضد نفس الحاجة اللي قابلت حياتنا. Absolutely. So many foundations for even like cancer research. في foundations كتيرة اللي هي بتعمل الكانسر أبحاث الكانسر. The founders of the non-profit organization often have someone in the family who died of cancer. بيبقى غالبا الشخص اللي ابتدى الأبحاث دي هو بيبقى مر بحالة حد من عيلته مات بالكانسر. That's why I love that line at the end of the music video where it says, if you don't get a miracle, become one. We can all be a miracle of help and positivity for someone else. عشان كده هو بيحب قوي الكلمه المكتوبه في اخر الاغنيه لو انت ما حصلش في حياتك معجزه خليك انت معجزه لحد تاني. Oh, I love this. Yeah. I use it a lot. I love it. I love it. Amazing. انا عندي سؤال ليك. احكي لي شويه عن وقتك مع الرب. You know, I want to make sure that in my life that I never do what I did before in making sure I'm even too busy doing God things. Ah, this is a very important subject very that we important. Need to talk about. هو بيقول في الوقت الحالي بيتأكد كل يوم إن هو ما ينشغلش ويقول آه ما هو أنا مشغول بعمل الرب. يعني الخدمة بمعنى تاني الخدمة مش هي اللي تاخد وقته وينشغل عن إنه يقضي وقت مع الرب. The two things that led me to my burnout. الحاجتين اللي أدوا إنه هو يتعب زي ما حكى لكم قبل كده إنه هو تعب حاجتين. I thought I was carrying everything. هو افتكر إنه هو اللي شايل كل الأمور وهو اللي يقدر يعمل كل حاجة. And fighting all the battles. وإنه هو قادر إنه يحارب كل حربه. And the second. والحاجة الثانية. I did too much. كان بيشتغل كتير، كان بيبذل مجهود كتير. I spoke 1,000 times. كان بيتكلم 1,000 مرة في السنة. In 4 years. 1,000 مرة. Over 4 years, from 2007 to 2010, 1,000 speaking engagements. واو، في خلال 4 سنين اتكلم 1,000 مرة. 600 flights. وركب 600 طيارة. I went to countries in 4 years as much as 8 times. راح بلاد زار بلاد 8 مرات. And did about 30 countries in 4 years. وراح تقريبا 30 بلد في 4 سنين. Wow, that's too much. It's too much. عشان كده انت تعبت. And every season has a season. I understand that. وهو فاهم كويس انه كل وقت لي مسؤولياته. But I've seen too many pastors and too many churches break down because of their priorities. That's true. وهو شاف في حياته قادة كتير وقعت وناس كتير تعبت وخدام كتير بطلت. ليه؟ لأنهم كانوا بيعملوا نفس الشيء وبيبذلوا مجهود أكتر من اللي لازم يبذلوه والبريوريتيز بتاعتهم مش متزبطة. الأولويات في حياتهم مش متزبطة. One who's called to ministry
كان في واحد أسيس ادعى للخدمة has a huge responsibility. وكان عنده يعني responsibilities كتيرة جدا But they forget the priorities. لكن كانوا بينسوا الأولويات First is that person's relationship with God. أهم حاجة في حياة الخادم علاقته بالرب And even last night we were reading the Bible together. مثلا امبارح بالليل هو ومراته كانوا قاعدين يقروا الكتاب المقدس ويصلوا مع بعض بيصلوا وبيقروا الكتاب مع بعض وبيحطوا songs موسيقى عباده وتسبيح so first is my relationship with him. فعارف هو اولويات حياته العلاقه بينه وبين الرب second my wife والحاجه الثانيه مراته and then ministry third وبعدين الحاجه الثالثه الخدمه and that's it وده الاساس اللي ماشي بيه if people ask me what can I pray for you for that's my prayer for health protection and helping me make sure I make that priority right. لما الناس بتسأله نصلي لك لإيه بيقول صلوا لي عشان الأمر ده الصحة والحماية وإن أنا أعرف أختار أولوياتي صح. Nick, you are so young. أنت صغير لكن أنت عرفت المفاتيح early in your life. I am so thankful and I'm so thankful that God gave me grace that I knew this before I got married. وهو مبسوط ان ربنا علمه الدرس ده قبل ما يتجوز and my kids will not suffer because of dad's priorities وعياله مش هيعانوا علشان هو بيختار الاختيارات الغلط او الاولويات الغلط في حياته I'm so proud of you thank you I'm so proud of you thank many you. People they are older than you yeah. but they don't know the most important key That's in right. the ministry you know too many fathers even think of you know making more money to make sure that their kids get a better college Your kids need an excellent father more than an excellent college. آباء كتيرة بينشغلوا إن هم يشتغلوا كتير عشان يعملوا فلوس عشان يدخلوا عيالهم كليات كويسة. بس ابنك وبنتك محتاجين الأب أكتر ما محتاجين الفلوس اللي تدخلهم الجامعة. And there is something special about a father-daughter relationship. وفي حاجة خاصة جدا بين علاقة الأب وبنته. I can't explain it. ما أقدرش أشرحها. But I see my father in my sister's life. لكن هو شايف أبوه وحياة أبوه في حياة أخته. And how much my wife's father influenced her family. وقد إيه إن حماه أثر حياته أثرت في حياة مراته. So we can't expect everything to come from the mother to the daughter. There are some things that only the father can impart to the daughter. في حاجات كتيرة جدا بنسيبها على الأم لكن الأم مش عليها كل حاجة. الأب عليه جزء مهم جدا. في حياة ولاده وحياة عيلته. This is true. Yeah. حاجة تانية عايزة أقولها لك. عايزة أحكي لك حكاية أنا بنفسي شفتها لما رحت الأردن. الكتاب اللي أنت كتبته هنرجع نتكلم عليه. لكن أنت كتبت كتاب بالإنجليش والكتاب ده هنحط الكفر بتاعه على الشاشة. أثر في حياة ناس كتيرة في كل أنحاء العالم. ومنهم رجل أعمال قابلته في الأردن. هيحكي لنا دلوقتي هو معنا على التليفون. وهيحكي لنا وهيتكلم معاك عن الكتاب ده ازاي اثر في حياته اهلا بيك مستر مجدي اهلا بيك اهلين هبات اهلين هذا شرف كبير لي اني عم بحكي معاكم وعنك يعني قد ما كبرت الدنيا مش معقول سبحان الله قديش النصيب ممكن يكون جميل ويجمع الناس مع بعضها احنا تقابلنا بطريقة مش مدروسة او ما كناش يعني بلانينج ليها لكن فعلا دي كانت مقابلة كده ربنا عملها وانا ما عرفش اي حاجة عنك ولا عن تأثير الكتاب بتاعك في حياتك يعني الكتاب هذا اذات مش 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 تأثيره فقط علي شخصيا تأثيره علي بعيلتي وعلى افراد عيلتي لا يوصف ولكنه بأنه يجمعنا إحنا مع نيك اليوم وأنا بعتبره شخصية مؤثرة جدا في قرارات وخطوات أنا ابتديت أعدل فيها بحياتي بعد ما أنا فعلا تعرفت على شخصية نيك واو واو يس يس لأنه إذات يعني أنا هذه رسالة بحب أحكيها لنيك بيرسونلي كمان إضافة لكل الضيوف
ربنا بيقوله انه الانسان عنده 5 senses حسب الحياة ما بتقول والعلم ما بيقول. الانسان عنده 5 حواس. انا بقول مك علمنا الحاسة السادسة وثبتها وهي قوة الايمان من خلال الروح القوي. وهذا شيء حاسة بلكي احنا ما بنشوفها، ولكن انا بقناعتي انه كفاحه لنيك وايمانه بروحه من خلال كل الايمان اللي عنده علمنا انه الانسان ما عمره لازم الا يمشي في الدرب اللي هو عنده قناعه فيه. وهذا نيك بيعرف انه هو علم الناس، انا متاكد، بس هو عرفنا على الحاسه السادسه. واو مجدي، الحقيقه لو تحكي لنا على اللي حصل مع بنتك وباختصار كده شديد، ايه اللي حصل مع بنتك ودور الكتاب ده في حياه ولادك؟ انت قلت لي لما كنت في الاردن ان كل واحد في العيله عندك يملك الكتاب ده هو وبيقرا فيه. احنا انا مثلا بنتي صار لها فتره طويله بواشنطن دي سي، كانت عايشة وكان عندها مشكلة أرثرايتس والعلاج والمشوار اللي هو أي مريض بده يمشي فيه ممكن يكون مهبط للمعنويات إلى درجة كبيرة حسب التفسيرات والأدوية اللي تنعطى والتخمينات إلى آخره. لما هي تعرفت على كتاب نيك وقصته اعتبرت انه الحمد لله انه اللي هي عندها اياه هو عباره عن فقط مشوار في الحياه ولا يمكن ان يتاخذ في مقياس كامل، لانه المشوار اللي مشينك في حياته بيعبر عن قوه اراده انسان من خلال زي ما انا برجع باكد الحاسه السادسه. وكل ولد من أولادي يعني تأثر مش من باب العاطفة في بنك، ولكن من باب الإيمان والقناعة بأنه إذا نيك قدر يعلم نفسه إيش اللي لازم يسويه في هذه الحياة لوصول للكفاح اللي هو بده إياه، ما أظن أنه ضل في أي سبب عند أي إنسان أنه يكون محاط في أي عذر، صار بطل سبب، يعني an excuse versus a reason. صح صح. فنيك يعني آخر نهار يا إيفت يعني أسس concretely يعني foundations هي تتعلق، أنا برجع ببسطها في الحاسة السادسة، انه هو اكد لنا انه الانسان عنده روح الايمان والقناعه بانه ما لازم يستسلم بما هو قنعان فيه ويضل يكافح فيه مهما تعقدت الامور بوجهه نظره. وهذه صارت شيء اساسي مثل الشم، مثل السمع، مثل النظر. واحنا يعني نشكر نيك انه اعطانا فرصه نتعرف عليه سواء من خلال الكتاب، سواء من خلال الفيديوز، سواء من خلال مدرسته التعليميه انا بعتبرها. لكل انسان عنده طموح وليس بالضروره عنده مشكله بانه الانسان يحط قدراته باخلاص للوصول الى الاهداف اللي بده اياها، ومش مشكله اذا ما زبطت من اول مره وثاني مره، مش مشكله، المهم انه يكون قنوع وعنده قوه الاراده لانه نيك بتصور ثبتها للكل. شكرا جزيلا على مشاركتك. واو. شكرا ثانك يو سو ماتش فور ذات مستر ماجدي، اتس وندرفول تو هير ذات، جاد بليس يو اند يور فاميلي. شكرا مستر مجدي. وعايزه اقول لك يا نيك ان الناس في الاردن بتحبك جدا
وكل ما كنت بشوف حد كان بيقول لي امتى هتجيبي نيك، امتى نيك هيجي، وعمالين يقول قلت لهم يا جماعه هو هيتجوز ادوا له فرصه. لكن اللي حصل ان شاء الله هنروح السنه الجايه ان شاء الله بدعوه خاصه من برنس ان شاء الله والكوين، وهيكون في فرصه رائعه جدا ليك مع اجمل شعوب الشرق الاوسط الشعب الاردني. معانا جاكي على التليفون. جاكي بنتي. هاي ماما. هاي جاكي. ازيك انت حبيبتي؟ عايزه اقول ان انا اتبركت قوي قوي لاكون معاكي ومع نيك في مصر. شفت بركه ربنا وازاي ربنا اتمجد مع كل الناس. Nick, God has used you in Egypt and the remainder of the Middle East to remind people that we're living on this earth not for ourselves, but to serve each other by showing mercy and love and compassion. And God used you both together. Into Litnin Lama Kuntuf Mast, God used you to make people who have been invisible for so long become visible. So that they can recognize that they do have value. They have value in Jesus Christ. And I'm so honored to have been with you both and to see God's kingdom work in such a mighty way in places where people have not been recognized and now they know who they are in Christ. And كنت متبركة قوي. أنا فاكرة لما كنت هناك شفت لما نيك وماما كانوا عندهم رؤية لما ربنا ادالهم الرؤية إيمانهم وصل لإيه. بالإيمان ممكن أي حاجة تحصل. وأنا شفت كده وبجد اتشجعت قوي منك يا ماما ومنك. الأقدر أحس لما ربنا يحط حاجة في قلبنا لازم ناخد الرؤية دي ونطبقها بالإيمان. فعلاً. فعلاً. It was a step of faith. يعني مين كان يقول إن ده كله ممكن يحصل وإن الرب يعمل ده كله في مصر ومن مصر لكل الدول العربية؟ يعني من مصر اتنقلت لكل الدول العربية. How many دولة رحناها مع بعض إنك؟ سبعة تمانية؟ ستة؟ رحنا تقريباً ستة دول عربية وهنروح الأردن بدعوة خاصة من البرنس إن شاء الله. ده شيء عظيم جدا ان الناس تشوف فعلا قوه الرب في حياتك. قوه الرب في حياتك وازاي تشوف حاجه حيه. And we want mercy, love and compassion to be the biggest things that anybody gets from my story because that's the greatest thing from the hand of Jesus. This is true. دي حقيقه فعلا. شكرا يا جاكي على تشجيعك وعلى شكرا جاكي. أنا كنت عايزة أرجع تاني وأتكلم معاك. You wanna say something؟ عايز تقول حاجة؟ No. No. Okay. It's okay. عايزين نرجع تاني نتكلم على الكتاب. Sure. اتكلم احكي لي على الكتاب ده وإزاي جات لك الفكرة إنك تكتب الكتاب والناس تلاقي الكتاب ده فين؟ Right now you can get Life Without Limits, that book that you saw on the screen. That's still in Barnes and Nobles and Amazon.com. You can get it from Amazon. ممكن يجيب من على Amazon و Barnes and Noble. Yeah. You can get it. Attitude is Altitude.com as well. Attitude is Altitude. كل الحاجات دي هقدر احطها على الويب سايت. Attitude is Altitude.com. Yeah. And so that's that one. And for anyone who wants to sign up for a monthly support to our ministry, you get a free book if you sign up to support Life Without Limbs Ministry, $20 a month. We give you it for free and a signed copy as well. أمين. So. أمين. أنا بشجعكم إن أنتوا تصلوا لنيك وإنكوا تقروا الكتاب ده لأن الكتاب ده هيعمل فرق كبير في حياتكم. زي ما سمعنا الأخ مجدي من الأردن هو وكل واحد في عيلته أخذ الكتاب وغيرت حياته وكان عندهم حالة disability في بيتهم وربنا غير حياتهم جدا. جدا جدا. And pray that we get it translated in Arabic. إن شاء الله باسم يسوع نبتدي نصلي إن ربنا يخلي الكتاب ده يترجم يبعث ناس تترجمه للغة العربية ويكون بركة كبيرة. And find the right distributors. وكمان distributor موزع للكتاب. And I have some very exciting news. وعنده أخبار حلوة عايز يشاركنا بيها. The reason why I wrote the first book is to share my story. والسبب هو كتب ليه الكتاب ده هو الأولاني علشان
يشارك بالقصة بتاعته. But my second book's coming out. لكن الكتاب الثاني كمان جاي في الماركت. إن شاء الله. إن شاء الله. Second of October 2012. October 2012. That's right. October 2012. We really hope that many people buy this book and give it to their family and friends for this Christmas. دي هدية حلوة إنها فعلاً تشتري كتاب وتدي لناس هدايا في الكريسماس. And just like Mr. Magdi said, he said he sees the power of faith in action. وزي ما مستر مجدي قال هو شاف قوة الإيمان في حاجة عملية. So the second book is called Unstoppable. والكتاب الثاني اسمه Unstoppable, عدم التوقف. And you see me on the front cover surfing. وهتشوفه في صورته على الكتاب وهو بيعمل سيرفينج. So we really hope for a lot of sales that will get me onto national TV here because so many teenagers need to hear this story. Yes, وهو بيصلي ان الكتاب يتباع كويس ويقدر ان هو يعمل في الناشونال تي في برامج علشان يوصل للشباب وللاطفال اللي محتاجين. امين. This is bigger than national TV, by the way. This is amazing opportunity. Thanks for having me again. Thank you. هو بيقول هنا ان الكارما ادت لنا فرصه اكتر من الناشونال تي في وبيشكرني على دعوته ان انا دعيته في برنامج في الكارما. يعني عايزه اقول لك الكارما ربنا بيستخدمها استخدام غير عادي. النهارده الكارما على النايل سات والكارما على الهوت بيرد والكارما هنا في امريكا في كل انحاء العالم في استراليا يور كانتري. واو. بتروح في كل انحاء العالم وبدايتهم كانت من الجراج. Amazing. زي المبدا اللي دايما بنتكلم فيه انا وانت كنت امين في القليل فاقيمك على الكثير الكارما. Yeah. كانوا امنع في الجراج وربنا النهارده انت شوف لما دخلت هنا قلت ايه. I started in my bedroom. وهو ابتدى في اوضه النوم بتاعته ابتدى الخدمه بتاعته في اوضه النوم. قد ايه شيء عظيم. ما تحتقرش الامور الصغيره اللي ربنا يديهولك. كبره وحبه ورعاه زي شفنا في امثله كتيره مع نيك ومع الكارما. وبنشكر كمان قناه الشفا اللي ادت لنا الاوبورتيونيتي دي ان احنا نطلع في الشرق الاوسط ونبتدي. وقناة الشفا كان ليها دور كبير في اللي حصل في مصر. وأصدقاء كتير لينا في مصر بنشكرهم على وقفهم جنبنا وإنهم ساعدونا. لوحدنا ما كناش نقدر نعمل حاجة. ندى من أهم الأسماء وأهم الناس اللي ساعدتنا. بنشكر ندى على وقفها جنبنا وmaking this thing happen. بعد ما تكلمنا على كل مواهبك حاسس بإيه النهاردة؟ بعد ما ربنا حقق لك أحلامك هل عندك أي مخاوف للمستقبل؟ I don't know if I'd do skydiving again. Is it an age issue? I think so. It was fun, but I don't know. I mean, I don't know. We'll see. هو بيقول مش عارف إذا كان هيقدر إن هو يعمل دايفنج تاني ولا لا. بتخاف من الدايفنج؟ It was the best experience. I just don't know if I'd have the courage to do it again because it's pretty scary. هو بيقول لما كان بيعمل دايفنج كانت خبرة جميلة جدا بالنسبة له بس بيقول مش عارف إذا كان هيقدر يعمل كده تاني أو لا. No, I'm not talking about things like this. No, I know. But do you have any fear? You know, I think the fear that we all need to have is making sure that we are in the will of God, the good fear. Being afraid of what people think of me or say of me or to me, I'm not afraid of what people think of me or say about me. That might be negative. I'm not afraid of that. Am I afraid that any dream is too big for God? No. Am I afraid of death? No. Am I afraid of anything? All I want to do is be in His will. Oh. هو بيقول يعني أنا ما أقدرش أقول إن أنا خايف من المستقبل لأن ربنا هو إله المستقبل. هل هو خايف إنه ما يحققش حلم ممكن يحلمه؟ هو مش شايف إن ده حاجة ممكن تخوفه. هل بيخاف إن الناس تقول عليه إيه؟ كلام إيجابي كلام سلبي؟ مش ما عندوش الخوف من الناس لكن هو بيصلي دايما إن يبقى خوف الله في حياته وإن هو يعيش إرادة الله في حياته بطريقة مستمرة. I want to be the best evangelist I can be. هو عايز يبقى اعظم مبشر يقدر يكون. Best servant of God. واعظم خادم للرب. Do my best and trust God in the rest. ويعمل اللي يقدر عليه ويثق في الله ثقة كاملة.
عايزة أسألك على موقف سلبي حصل في حياتك وتعبك جدا لكن منه اتحول لأمر عظيم جدا. You know, I've just seen just a beautiful layer of love that my wife has for me when we were courting together and I went through that very difficult time. هو بيقول إن هو شعر بحب مراته جدا وهم مع بعض لما كان بيمر بوقت صعب في حياته. And she loved me through that. وهي حبته في الوقت الصعب ده. It was amazing. وده كان شيء رائع. There have been many different experiences of negativity. هو مر في حياته بخبرات سلبية كتير. Someone stole from our ministry in South Korea. في حد سرق من الخدمة بتاعتهم وهم في ساوث كوريا. And $80,000 was stolen. 80,000 دولار اتسرقت منهم. It's a lot of money. ده مبلغ ضخم. Well, I gave it back to God. وادى الموضوع لربنا. We weren't going to find him and sue him. وقال ان احنا مش هندور عليه ومش هنقضيه. We're just going to be smarter next time. لكن احنا هنتعلم ان احنا نحافظ على حاجتنا ونبقى اذكى المره الجايه. But the first country to have my book as number one as their bestseller was Korea. لكن اكثر مكان بيتباع فيه الكتاب بتاعه هو كوريا. ده التعويض. Yep. ده التعويض الالهي because you give it to God. Yep. And you didn't want to fight. ما حبش ان هو يحارب ولا يدافع عن نفسه ولا ياخد بطاره ولا يحط الراجل ده في السجن. لكن ربنا عوضه من الناحية التانية. Because when someone robs from me, لأن لما حد يسرقني ده بيسرق الله. Because everything I have is God's. لأن كل حاجة هو بتاعته هي بتاعت الرب. And so God will take care of it. So الرب هو اللي هياخد باله من الأمر ده. وهو فعلا عمل كده وعوض. So many things like that had happened. حاجات كتير زي كده ابتدت سلبية وتحولت إيجابية. There was one person in Indonesia. في شخص في إندونيسيا. Who told me that if you convert any more people into Christianity, we will kill you. وقالوا له لو أنت اتكلمت ونتيجة كلامك ناس كتيرة تحولت للمسيحية إحنا هنقتلك. And I prayed about it. وهو صلى عشان الموضوع. I was invited back to Indonesia. وراح تاني إندونيسيا. وراح تاني. We preached. ووعظ. And the guy was there. والراجل كان موجود. And he gave his life to Jesus. وهو الراجل ده اللي هدده ادى حياته للرب. Then the next Sunday. والحد اللي وراه. He brings his whole family. وجاب كل العيلة بتاعته. And they give their life to Jesus. وهم ادوا حياتهم للرب يسوع. Then he gets all his brothers, sisters, uncles and aunts to church. وكل بقى قرايبه راحوا الكنيسة. The very first time. من أول مرة. And they all gave their life to Jesus. وكلهم ادوا حياتهم للرب. Now they serve in the church. ودلوقتي بيخدموا في الكنيسة. What you have to go in prayer and yeah, it is a testimony. It's really a great God testimony. God is faithful. He is. And also about when you were teased when you were young and how God is changing this now. Yeah. You know, there were many times in my life where I felt like my life was too difficult. فأحيان كتيرة كان بيحس وهو صغير إن حياته صعبة جدا. And a big reason was because of bullying. وسبب من الأسباب الكبيرة إن العيال كانوا بيضطهدوه أو يعني كلمة bullying اللي هي العيال بيبلطجوا عليه يعني بيتريقوا عليه يضربوه يأذوا مشاعره. And even this morning I was on the phone with your daughter Jackie with some people here in San Diego trying to talk about with the education system how I can be of influence to the next generation to stop bullying altogether. Wow. هو بيقول لي ان الحاجه دي تعبته وهو صغير كان العيال بيتريقوا عليه وبيضطهدوه وممكن بيضربوه وبيقولوا له كلمات تجرحه لكن هو اتحولت ده في حياته النهارده ان هو هيحارب الاكشن ده او الطريقه دي اللي بتحصل في المدارس اللي ممكن تاذي الولاد فهو النهارده كان بيتكلم مع جاكي بنتي وهيعملوا حاجه في سان دييغو في المدارس وهيروح يتكلم في المدارس علشان يوقفوا العيال ويوروهم قد ايه دي حاجه خطر ومؤذيه وما يعملوهاش وتبقى عن طريق المدارس والاسلوب التعليمي. When someone teases you, لما حد يتريق عليك it opens your heart to lies. بيفتح قلبك لاكاذيب. And if you don't know the truth you're gonna die with a lie. ولو انت مش هتعرف الحقيقه هتموت بوجع الكذبة دي. And this next generation needs to know the truth. والأجيال اللي جاية محتاجة تعرف الحقيقة. That their value is not determined on their gender. ويعرفوا إن الموضوع ده هو مش مرتبط بأجندة. Or how rich they are. وقد إيه هم أغنياء. Or how they look. ولا شكلهم إيه. God made us all beautiful. ربنا خلقنا كلنا على صورته جمال.
And so that's my mission. وده المشن بتاعته. If something so negative in my life, go and turn it to something beautiful. حاجة سلبية جدا في حياته اتحولت لحاجة إيجابية مش بس لي لي وللمجتمع كمان. Ah, this is great. You know, إن أكتر الأولاد اللي بيتعقدوا وبيترن into drugs وفشل وما بيكملوش جامعة لأن الولاد الصغيرين في المدرسة القوي بيضغط على الضعيف وبيقول له كلام يجرحه وبيضربه وفي حتى قتل في المدارس بالمسدسات علشان خاطر الموضوع ده هو خطير فأنت لما تلحقه هو صغير هتقضي على الأمر ده وهيبقى عندنا جيل سوي Exactly and that's our mission We sold the book in 30 languages, and it's a universal message. Love. لغة العالم اللي العالم محتاج يسمعها النهاردة هي لغة الحب ولغة الحب دي لغة عالمية. That's why I made the music video. عشان كده هو عمل الميوزك فيديو. That's why I love being in the butterfly circus. وعشان كده عمل الموفي البترفلاي سيركس. So much negativity in the media. في حاجات سلبية جدا في الميديا. But we want to see light. We want to see love. We want to see life. لكن احنا عايزين نشوف حياة، عايزين نشوف نور، عايزين نشوف أمل. So أمين. God's waiting on us to do something. فالله مستني ان احنا نعمل اللي علينا ونعمل الأمر اللي هو كلفنا به. Yeah. أمين. Amazing. عندنا مكالمة من فادر باسيليوس من كنيسة الكاثوليك في المنيا من أعظم الناس اللي شافتهم عناية والرب أكرمني إني أخدم معاهم. أهلا بيك يا أبونا. أهلا بيك. سلام ومحبة الرب معاك يا أختي زيت ومع أخونا نيك. أهلا بيك. أهلا بيك. أنا بعتبر إن امتياز كبير إن كلنا مشاركة. أنا في الحقيقة يعني بشوف إنه احنا دلوقتي بنسمع يعني ناس كتير بتوعظ لكن الواقع اللي بينطلق من خبرة حقيقية هو فعلا شهادة يعني مؤثرة اكتر من كل العظات والكلمات الغير مختبرة في ناس كتير بتوعظ بس لما انا بشوف الناس اللي بيختبروا انا بشوف ان ده عظة مؤثرة انا بعرف يعني كتير بفكر انه لما بشوف نت ان بعتبره ده يعني عظة الرجاء المتحركة يعني أنا بقرأ في إعلان حب الله للنفوس رغم أنه هو ما بيتمتعش بكل الاحتياجات الأساسية لكن عايز أضيف حاجة مهمة قوي أن نيك يمكن في ناس كتير على مستوى العالم ربما يكون بيمر بظروف مشابهة لي لكن نيك ترك نفسه أن الله يستخدمه هو عشان كده بقول أنه هو النهاردة الفرصة دي أنه رسالة لنفوس كتيرة وتشجيع ليها إن هي تنطلق بدل من إن هي تقعد وتمكس في الشعور بالضعف أو الرثاء على النفس أو الحزن ففرصة وجوده النهاردة كأنه بيعلن لكل النفوس انطلق اعلن وجود الله في حياتك ده قوة أنا بس بكتفي بالكلمات البسيطة عشان أدي فرصة للتنين لكن أنا بصلي من أجل نيك وأنا عندي شعور داخلي أن الرب في الفترة اللي جاية هيستخدمه استخدام عظيم جدا أكتر من كل اللي فات ربنا يباركك يا نيك ربنا يباركك يا أختي زيد شكرا ربنا معاك وأشكرك ألف شكرا على مشاركتك يا بونا شكرا وألف شكرا على فتحك للأبواب لخدمات مختلفة في الشرق الأوسط وأنا عارفة أن أنت نفسك أنك تدعي نيك وإن شاء الله لما يروح مصر يتكلم في الميديا في أبر إيجيبت We'll go to Upper Egypt next time. We'd love to come back to Egypt. Yes. And we'd love to go to Upper Egypt next time. It would yes. be wonderful. So we're praying about when that will be. Inshallah. بنصلي على امتى الوقت اللي الرب هيسمح فيه ان احنا نروح مرة تانية لمصر ويحب ان هو يروح الصعيد وان الرب يستخدمه في الصعيد. شكرا يا بونا. الف شكر على مكالمتك. نيك انا ملاحظة انك انت انسان بتعيش الولاء. ايه معنى الولاء بالنسبة لك loyalty ايه معناه وازاي بتعيشه بطريقة عملية like a lifestyle it's a commitment it's a sacrifice in being committed to what you've been called to بيقول ان الولاء بالنسبة له دعوة ان هو to be committed يعني يلتزم للدعوة اللي ربنا دعا ليها او الامر اللي ادعى
لي من ربنا. When I enter into my faith in God through Jesus Christ, we are all family. We need to be committed first of all to Him and then each other. هو بيقول إن إحنا لما بندعي لعائلة الله بنبقى ملتزمين بالولاء لي هو أولاً وبعدين لبعض ثانياً. Not just call when someone needs something. مش بس نعمل حاجة لما حد يكون محتاج حاجة. But to ask how can I pray for you. لكن نسأل إزاي أصلي لك. How can I lift you up. إزاي إن أنا أرفعك. Is there anyone I can introduce you to. في أي حد أقدر أقدمك لي. And I try my best by the grace of God. وأنا بحاول بكل قدرتي بقوة ربنا. To honor those who have honored God's calling in my life. إني أقدم وإني أقدر وإني أرفع الناس اللي هم قدروا وفهموا دعوة الله في حياتي. Not just to give to the poor or preach to the people who haven't heard me speak, but to make sure that back at home my relationships are good. ومش بس أساعد الناس اللي هم في الخدمة اللي هم حواليا، لكن لما أروح البيت أعامل الناس اللي معايا في البيت إزاي. Wow. To always remember that. ودايما إننا نفتكر الأمر ده. The people that God placed strategically in your life. الناس اللي ربنا حطهم في حياتك بطريقة استراتيجية. To expand. إنك تكبر وتوسع وتكبر. To learn from. وتتعلم منهم. We all need mentors. كلنا محتاجين mentors أو مدربين لحياتنا. We all need accountability. وكلنا محتاجين إننا حد يكون بنتحاسب قدامه. So when my Egyptian mom Yvette says, "How are you?" So لما مامته المصرية لما أنا بقول له إزيك. I know that there were 7 questions in that question. بيبقى عارف إن في 7 أسئلة في السؤال ده هو. I love that. I love that. Yeah. Bless you, Habibi. Bless you. Bless you. I noticed that you remember the people who knew you when you had nothing. Before we got famous, right? قبل ما يبقى مشهور دايما بيفتكر الناس اللي وقفت جنبه قبل ما يبقى مشهور وقبل ما يبقى معروف. Who believed in me. الناس اللي آمنت إن الله ممكن يستخدمه. Who would do anything. اللي ممكن يعملوا أي حاجة عشانه. Yeah. Praise God. It's just like the story of David, Nick. Hmm. You know David, when he went to Saqlag, وشاف إن البلد بتتحرق ومراتاته وولاده اتسابوا، كان معاه 600 راجل. لما كبر وبقى ملك، 600 راجل دول سماهم الأبطال، وأمنهم على أماكن في الجيش، كانوا أبطال جيشه. Wow, and you live this. أنت عايش الحياة دي. Thank God. نيك انت رحت بلاد عربية كتير وأولها مصر كان نفسك تروح سوريا وإن شاء الله هنروح برضو بلادنا العربية بتمر بوقت صعب إيه الكلمة اللي تقولها لنا تشجعنا بيها You know I've been to 6 countries and I know that every single one of those countries have had change since I've been there هو راح لست بلاد Especially Egypt and Syria, very close to my heart. خصوصاً مصر وسوريا قريبين قوي من Jordan والأردن. Jordan, I just can't wait to go there. والأردن هو مش قادر يستنى لما يروح يزور الأردن. You know, there's only so much I can say. كلام ما يقدرش يتكلم كلام كتير. But hold on to God, He's faithful. لكن بيشجعنا كلنا بيشجعنا في الدول العربية. وبيشجع كل الناس اللي ساكنه في الدول العربيه امسكوا في الرب تعلقوا بيه When I went through my depression لما هو كان في وقت الاكتئاب اللي جاله Even though I saw so many miracles بالرغم من ان هو شاف معجزات كتير في حياته Do you know for 3 days I couldn't pray عارفين 3 ايام ما كانش قادر يصلي We all have weak moments كلنا بيجي لنا لحظات ضعف Every nation has weak moments كل امه بتمر بلحظات ضعف For 3 days I couldn't pray but the first time I prayed I said what happened 3 ايام ما كانش قادر يصلي بس لما صلى قال له ايه اللي حصل يا رب And then the second day I said why واليوم اللي وراه صلى قال له طب ليه The third day I said, You're God and I am not, but you are faithful. واليوم الثالث قال له انت اله انا مش اله لكن انت امين. And that is what God's looking for. وده اللي الله Faith بيدور committed. عليه. الايمان الملزم. To believe what he says. انك believe تؤمن in God's اللي promises. هو بيقوله لك وتؤمن بمواعيده في حياتك. Even when it seems impossible. حتى لو
الأمر يبان مستحيل. It's like Abraham. زي إبراهيم. God told Abraham and Sarah they're going to have a child. لما قالوا لإبراهيم وسارة إن أنتوا هتجيبوا بيبي. Wasn't she like 100 years old? 99. كانت حوالي 99 years old. And she laughed. ضحكت. We will laugh. إحنا بنضحك. My parents would have laughed if they were told, "Don't worry, your son's going to be an evangelist when I was born." أهله كانوا بيضحكوا لما كان حد يقول لهم في يوم من الأيام ابنكم هيبقى خادم ومبشر. But God is God. لكن إلهنا إله حقيقي. Anything is possible. وكل شيء مستطاع لديه. Amen. Guess what? What? Who's with us on the phone? We have two lovely people and very close to your heart. Manu. ناس قريبة لقلبك. مانو معنا على التليفون. أهلاً بيك مانو حبيبي. Not the best. How are you, Nick? Manu, very good. And you? I'm great, my friend. How are you? Very good. Good to hear your voice. Thanks, thanks. Same here. Congratulations on your marriage. I was hoping to see your wife today in the studio. Oh, yeah. We don't think that's going to happen today, but feel free to speak in Arabic, and I've got a translator. اتكلم بالعربي مانو حبيبي. هو في أماندا بتعمله translation. Sure, sure. أنا كنت حابب أشوف مراتك هناك النهاردة في البرنامج لما عرفت إن أنت هتبقى موجود. كنت حابب جدا أشوفها. ألف ألف مبروك على الفرح. He's saying congratulations. Thank you, Manu. Thank you very much. نيك وانت بتتكلم مع طنط إيفات انا يعني انت عارف طبعا قصتي احنا حالتنا very similar to each other في حاجات معينة طبعا وهي disability wise عدم في عدم القدرة الجسدية على فعل الأشياء لو ممكن نحط صورة مانو بليز على الشاشة عشان الناس تعرف مانو كل الناس عارفاك يا مانو لا مش قوي كده يس مهم الناس تعرفنا انا مهم الناس تعرف المسيح هي دي رسالتنا هنا على الارض انا ونيك وحضرتك وكل المبشرين بكلمه الله صحيح احنا بنقابل صعوبات كثيره جدا في حياتنا والموضوع هو مش سهل على حد زي نيك ولا حد في حالتي ولا اي حد طبيعي ان هو يجتاز في الاختبارات بالذات الصعبه لما تكون بتهدد حياته بالخطر زي الناس اللي عندها الكانسر السرطان كان في اللوكيميا برين كانسر ايا كان وان هو يشوف الله في المعجزة ما بقولكيش ان الناس دي سوبرمان يعني انا واثق انك اللي انت ما بتقولش على نفسك سوبرمان او انت شايف نفسك سوبرمان ولا انا ولا اي حد ان احنا كلنا بيجينا لحظات ضعف ولكن الله امين ان احنا بنشوف ايدين ربنا في الوقت الصعب ده زي ما انت كنت بتقول انك وقت صعب كتير بيعدي علينا بس في الوقت الصعب ده بنشوف ايد ربنا في الموضوع بأمانة فعلا ان الامين على خدمة ربنا الله بيعيده خدمته دي حقيقة Thank you Manu حبيبي so much I know Nick that Manu يعني أثر في حياتك كتير احكي لنا ازاي Manu أثر في حياتك يعني when Manu when Manu came in my life he changed man he changed me my heart just the way I just was so excited to see how God could inspire someone like Manu to inspire hundreds and thousands هو لما تعرف بمانو قصة مانو وحياة مانو غيرت في حياته وتأثر ازاي ان مانو الرب بيستخدمه عشان يشجع آلاف من النفوس. I'm so blessed by knowing him. وهو فعلا بركة في حياته إن عارفك يا مانو. وأنا بشجع فعلا مشاهدينا والأسس والليدرز إنهم يدعوك علشان تشجع الشباب. أنت النهاردة الرب بيستخدمك في الخدمة وبتروح في اجتماعات شباب وبتتكلم في الكنيسة الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليك والكنيسة الإنجيلية. وأنت مستخدم وبشجع فعلا كل اللي يشوف مانو إنه هو يدعيه في الكنيسة هو عايش في مصر الجديدة it will be a blessing هتبقى بركة كبيرة لشبابكم وللكنيسة إنكم تدعوا مانو كأنكم بتدعوا نيك بالزبط واو he's amazing would love to see him speak and just sit in the crowd you know بيقول إن نفسه يقعد ويسمع وإنت بتتكلم يا مانو ويكون قاعد في اجتماع أنت اللي بتتكلم yeah, فيه. Absolutely. I mean, he is an incredible communicator. His story is so compelling.
He is an anointed brother. So invite him to encourage your youth to see that, you know, Nick's only one of millions of people that God has used. But Manu is such a perfect example for your country in Egypt. Nick كمان بيشجعكم انكم بتدعوا مانو لانه هو فعلا good example. وبيقول نيك ان انا واحد من المليون لكن في ناس كتيرة جدا الله بيستخدمها ومنهم مانو وهو بيشجعكم فعلا ان انتوا تدعوا مانو في اجتماعاتكم. Oh, thank you so much. شخص تاني اثر في حياتك في مصر وواحدة بتحبك جدا وانت بتموت فيها. مين؟ Mr. Bayari. لا. Oh, واحدة. Orfa. 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 Yes, Orfa معانا على التليفون. اهلا بيكي Orfa. حبيبتي إيفيت وحبيبي نيك. هاي أورفا. حبيبي نيك وحبيبي الملايين. Love you. Love you Nick. On behalf of all the Egyptians who love you, who and love you and love you, I congratulate you. And every Egyptian who met you and saw you either on the TV or in any of the meetings, they still remember you. They cherish every moment they saw you. And all of us, we congratulate you. Thank you. Nick, Shokran. I want to tell you something. عارفة عايزة تقول له حاجة. عارفة, you can speak in Arabic لأن فيه هو عنده translation. خلاص عايزة أقول له إن الرب حط على قلبي قوي أقول له اللي هقوله له ده. Go ahead. الرب حط على قلبي أقول له اللي هقوله له ده. الآية اللي بتقول هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. الرب بيقول لك يا نيك هكذا الرب أحب نيك, عشان كده فتح السماء وبعت له نقطة يوري له نقطة من حبه لي, إنه فتح السماء وبعت له ملاك علشان يكون الكمبني بتاعته طول حياته. هو ده الرب اللي بيقوله لك يا نيك, دي نقطة في محيط من حبه ليك. هو بعت لك رسالة سماوية بالعروسة الجميلة الملاك اللي هيرافقك عمرك كله وهتمجد الرب في حياتك وحياة الجيل بتاعكم انتوا الاثنين. امين. قد ايه كلمة God. جميلة وقوية. واو سو بيوتيفول. جميلة. We still are looking forward. احنا فعلا منتظرين ان نشوفك انت وهي تباركوا مصر زي ما المسيح جه مصر ومشي على الارض دي وباركها, انتوا كمان رسل للرب يسوع. شكرا يا حبيبتي, قد ايه كلماتك جميله يا عرفه ومشجعه. Go ahead say some. اتفضلي. ان انت قبل ما عرفنيك او قبل ما نيك يجي في الصوره خالص, انت عملتي لي تليفون وقلتي لي في واحد اسمه نيك عايز اجيبه مصر وحكيتي لي. انا ساعتها ما كنتش قادره استوعب الرؤية العظيمة الرب حطها على قلبك, وبصيت لقيتك اخدتيها وطرتي بيها من غير ما تعملي حساب اي حاجة, وبصيت لقيت ان الرب فعلا استخدمك بعظمة عظمة عظمة وفتح كل الابواب على مصراعيها للخدمة الرائعة دي اللي احنا ما كناش نحلم بيها. And it was one of a kind. دي خدمة يعني مش عادية, مش بتاعت اي حد, لكن الرب كان عينه عليك انت لان كنت امينة جدا في الخدمة دي وكنت بتعمليها بكل محبة وبكل قلب وبكل تضحية مهما كانت العوائق مهما كان اي حاجة وقفت في طريقك, لكن عشان كنت امينة الرب هو اللي فعلا فتح كل الابواب, واحنا دقنا طعم
محبة الله في تعاملاته مع نيك. وبنشكرك جدا يا إيفيت إنك أنت كنت أمينة فعلا ولبيتي دعوة الرب وفتحتي وحطيتي إيدك في إيد نيك وعملتوا العمل اللي الرب كلفكم بيه. أشكرك جدا يا إيفيت. ولسه وأنت مش ده بس نقطة في محيط من اللي أنت عملتيه لمصر يا إيفيت. الرب أمين العربية. الرب أمين يا عرفة. الرب أمين، هو اللي بيرسلنا وهو اللي بياخد بإيدينا وبيستخدمنا، بس مش كده، المجد كله لي. شكرا حبيبتي على تشجيعك، وأنا بشكرك جدا على كل تعبك معنا في مصر، ومن غيرك ما كناش نقدر نعمل حاجة. عرفة الذكي لكل حاجة بتحصل في خدمتنا هناك. معانا واحد قلبك بيحبه موت، مين؟ أنا بسألك. بياري. بابا بيادي. اهلا قسيس صفوت، ازاي حضرتك؟ اهلا يا بت، واهلا بيك يا نيك. هاي. سعيد اني اشوفك وسعيد اني اسمع صوتك وشايف وشك نور. صحيح كان منور من الاول لكن دبل شايننج. وشك نور دليل انه فيه معين اخر في حياتك. في عندنا تشبيه في مصر بنقول انه في نوع من السلم اللي بيتنقل يسروه ينقلوه. السلم وحده ما يسندش ما يقفش، لكن يبقوا دايما السلم مجوز اثنين سندين بعض عشان يقدر السلم يقف. فبعتقد انه دلوقتي السلم يقدر يطلع ويصعد ويسمو ويرتفع لما الاثنين يرتفعوا مع بعض يقربوا لربنا اكثر. انا بحس انه دي مناسبة جميلة جدا ان اشوفك منور على الشاشة وإيفيت معك، وان شاء الله كده قريب نشوفكم ثلاثة في مصر، بدل ما كنت اثنين نشوف ثلاثة ونسعد بيكم. وبعتقد انه في ملايين في مصر بيشوفوا فيكم رسالة ويشوف فيكم فيك رسالة تشجيع ومواجهة للحياة وتغلب على مصاعب الحياة. عدد كبير جدا يعني محتاجين يشوفوا التحدي بالرب، مش تحدي بالعضلات ولا تحدي بالعقل ولا تحدي بالإمكانيات، لكن تحدي انك مش وحدك، الرب كان معك. فكنت يوسف القوي وكنت موسى الشجاع، وليك رسالة حلوة لملايين من البشر مش بس في مصر، حول العالم. احنا بنصلي لك ومستنين نشوفك في كاليفورنيا ولا في مصر. طبعا في مصر هيكون اجمل انه تيجوا مصر ونشوفكم، والناس اللي عرفوك كمان يسعدوا بيك. وانبسطت كمان انه عرفت ان كان فيه مداخلة مع مانو، ومانو ده ابننا العزيز اللي بنشوف فيه صورة للتحدي وصورة للمقاومة وصورة للشجاعة، وبنصلي له انه ربنا يستخدمه اكتر بكتير من كل الماضي ومن كثيرين عندهم امكانيات ضخمة لكن غير مستخدمة. ربنا يبارككم، يبارك إيفيت وبرنامجها، ويبارك مانو وخدمته، ويبارك كل اللي بيشوفوه وكل اللي بيسمعوه عشان كمان هم يكونوا بركة لكثيرين. شكرا 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 بابا القسيس، واحنا بنحبك جدا. شكرا على كل تعبك معانا وكل اللي حصل في مصر ده بسببك انت، الرب استخدمك. وما ننساش ابدا لما بابا القسيس قدمنا لقداسة البابا شنودة. انت عندك تعليق لبابا القسيس وعندك تعليق ينك. Thank you, first of all, Dr. Bahari, for loving us and supporting us and allowing yourself to be in the hands of God, to be instrumental in getting this message out to all of Arab world. هو بيشكر بابا القسيس جدا على كل تعبه معانا، وان هو فعلا أداة الرب بيستخدمها في كل العالم العربي وفي تحقيق أمور مش سهلة. يعني شايفين قدامنا صورة. That was such a beautiful time with Bob Shnuda. ده كان وقت رائع جدا مع قداسة البابا شنودة الراحل،
وده حصل بابا القسيس اهو، ورحنا كمان زرنا الشيخ شيخ تنتاوي. That was an amazing experience as well. أنا I remember very well Nick لما سمعنا على انتقال قداسة البابا، أنت قد إيه كنت متأثر وقد إيه شكرت ربنا إنك أنت شفته وأثر في حياتك. لو ممكن تدينا كلمة زي اللي قلتها لي في التليفون على تأثير قداسة البابا عليك لما زرته. I think the greatest thing that I learned from Pope Schnurr was his love. أكثر حاجة أثرت في حياتنا من قداسة البابا شنودة حبه. Very, very genuine, sincere heart for the Lord. قلب حقيقي جدا ومخلص جدا للرب. And it was wonderful just how all the people around him were reacting to our little conversations back and forth. وقد إيه تأثر إنه في وجوده كل الناس اللي كانت موجودة في المكان كانت بتتكلم معانا رايح جاي وحاسين بأمان في وجوده. It was an honor to meet him. كان فعلا بالنسبة له كرامة إنه يقابله. It was marvelous. Tentawi Sheikh Tentawi was such a great opportunity as well. And when I heard that he passed on, we very, very were very much sad, and we prayed for his family. احنا برضو لما رحنا وزرنا الشيخ التنطاوي اتأثر نيك جدا بزيارته هناك، وانه الشيخ كان شيخ الازهر لكن قابلنا بكل ترحيب وقابلنا بكل حب. He had a very sincere heart. وكان قلبه فعلا قلب صادق جدا ومليان بالحب، وعبر له بكلمات محبه جدا. ولما انتقل برضو نيك اتأثر جدا بانتقاله. I remember you called me that, you know, when I text you, قلت لك اللي حصل. You called me, وكنت يعني متأثر جدا برحيله. Yeah. Yeah, we pray for all of Egypt nearly a daily basis. Me and my staff, we know very well what's happening there in the region, and we love you. God bless you all, and we hope to come back as the Lord opens the doors. هو بيصلي لمصر كل يوم في اجتماع الصلاة اللي بيعملوه مع الستاف بتاعهم، وبيقول إنه هو بيتمنى اليوم اللي يرجع في مصر ويزور مصر إن شاء الله. إن شاء الله. Very soon. قريب إن شاء الله هنقدر نروح، وزي ما بابا القسيس قال مش هنروح بس اتنين، أنا وإنت هنروح ومعانا كناي. إن شاء الله. إن شاء الله. كل مكان هنروحه هتكون معانا إن شاء الله. Beautiful. أنا عايزة أرجع تاني أتكلم معاك على نقطة مهمة جدا في حياة الخادم. Priorities. وانت النهاردة وانت بتبتدي عيلة والرب وراك ودالك revelation of أهمية موضوع priorities في حياة الخادم، عايزك تكلمني تاني على الموضوع ده ونرجع تاني. رسالة خاصة للخدام اللي فاكرين ان الخدمة هي كل حاجة ويقضوا كل وقتهم وكده بيرضوا ربنا. I think what the pastors need to hear in all of the world is it is more important to me to know what your wife thinks of you and what your children think of you more than what your congregation thinks of you. This is very strong. الكلمة دي قوية جدا. بيقول له كل قسيس حاجة مهمة جدا اسمعها واعرفها. المهم اللي مراتك وعيالك بيقولوه عليك أكتر من الناس بتوع الكنيسة والناس اللي أنت بتخدمهم بيقولوا عليك إيه. You need to live out that faith in God and through Jesus and the transformation of the Holy Spirit. We can, especially as men, really get confused with the value of our identity being tied into what we actually do, who we are, what's our title, and how many people we affect, and that's wrong. في حاجة خطأ بيقع فيه قدام كتير، إن هو بياخد قيمته من اللي هو بيعمله أو من اللي هو بيقضي فيه وقت ومن النجاح اللي هو بيوصل له، لكن ده مبدأ خاطئ جدا. قيمتك مش في اللي أنت بتعمله، لكن قيمتك في أنت مين. ما تاخدش أنت مين وتتعرف على نفسك باللي أنت بتعمله. I can say that I've seen 500,000 souls come and say yes to Jesus when I pray with people, but I can't even save my own soul
It's the Holy Spirit, and all we are empty vessels. And God has given us responsibility first to be in the home. And there's even a verse of how can someone be trusted with the church if they can't even put order in the home? And that doesn't mean having necessarily obedient, perfect kids. It's about understanding what it means to be a husband and a father before a pastor. مهم قوي الكلام اللي هو بيقوله لكل الخدام النهارده. هو بيتكلم على ان اهم ما ان احنا نبقى بنعمل خدمات كبيره وخدمات عظيمه وان احنا نمانج كنيسه والكلام ده كله، لكن ازاي ان انا ابقى يوثق فيا ان انا امسك خدمه كبيره وكنيسه كبيره وانا مش عارفه ادير بيتي وادير مراتي وادير ولادي. فولادي ومراتي وبيتي دي الاولويه قبل الخدمه. وهو بيتكلم بيقول ان هو شاف تقريبا نص مليون واحد جه للرب، بس نص مليون اللي جم للرب دول لو هو الرب اداهم له كمسؤوليه وهو مش قادر انه يخلص نفسه ويخلص بيته وعياله يبقى ايه الفايده. And the greatest leaders of all know what servanthood is. واهم مبدا في الخدمه اننا نعرف يعني ايه معنى الخادم. And Jesus was the greatest servant. ويسوع كان اعظم خادم. He was the greatest leader. كان أعظم قائد. Because he was the greatest servant. لأنه هو كان أعظم خادم. Wow, this is very strong. يعني فعلاً إحنا محتاجين كخدام نحط الحقيقة دي قدامنا يومياً، نحطها قدام عينينا، بيتنا وعائلتنا. لو أنا مش بمثل المسيح فيهم، مين اللي هيمثل المسيح فيهم؟ وعشان كده بنلاقي الولاد بتطلع بعيدة عن الرب، مش عايزة تعرف الرب لأنها هي شايفة double standard. في البيت حاجة وفي الكنيسة حاجة ومع الناس حاجة. مهم جدا نعيش المسيح أولا في بيوتنا، كلنا محتاجين نتعلم كده. One other thing as well. وحاجة تانية. And it's not just for this region, it's in worldwide. There is a disability that the body of Christ has worldwide. والكلام ده مش بس للناس القادة في الشرق الأوسط لكن في العالم كله، وفي نوع من الإعاقة الموجودة في وسط القادة في العالم. Because of selfish pride and control, many churches don't want to work with each other. الحاجة الموجودة الإعاقة الموجودة علشان الكبرياء وعزة النفس أو الكبرياء والتكبر الأنانية، كنائس مش عايزة تشتغل مع بعض وقادة مش عايزة تشتغل مع بعض. The two greatest things a church needs to do is evangelize and disciple. وأهم حاجة الكنيسة مدعوة إنها تعملها إن هي تبشر وإنها تعلم. But churches don't even partner up because they're afraid, oh, you're going to take my members. والكنائس مش عايزة ترتبط ببعض أو تشتغل مع بعض عشان كل واحد خايف على أعضائه لحسن الكنيسة التانية تاخده. Oh, my congregation is going to think you're a better preacher than I. أو يفتكروا إن الأسيس التاني بيوعظ أحسن منه. Oh, but you believe in this and we don't believe in that. أو أنت بتؤمن بكده وأنا مش بؤمن بكده. Come on the common ground that you know who Jesus is. نعالوا نشترك في الحاجات الأساسية، مين هو يسوع؟ The love of Jesus and the act of His love of what He did on the cross was the greatest thing. وأهم حاجة بتربطنا كلنا وأعظم حاجة مين هو يسوع وعمله على الصليب من أجلنا. And let's go and love in our city and our country. وخلينا نحنا نبشر بالحب ده في بلادنا وفي في في الأمم بتاعتنا. أمين أمين. إحنا عندنا مكالمة من الأخ رامي عمارين في الأردن. أهلا بيك رامي. هلو هلو اهلا بيك اهلا بيكي. لو ممكن توطي التلفزيون لو ممكن توطي من فضلك رامي التلفزيون. اوكي وطمتي في حالك. نشكر الرب. اهلا بيك اخ رامي. رامي عمار من الاردن، بس اذا تتذكري انا صديقه نسيم بحكي. اتفضل اتفضل. قبل فترة كنا عند أنت كنت في خدمة في الأردن والعربيات ووزعت عربيات وعملت مقابلة مع رامي. أيوة أيوة رامي أنا فاكرة طبعا رامي كويس جدا. أهلا بك رامي. رامي لو نفتكر لما رحت الأردن، رامي معاق مش بيتكلم ومش بيتحرك، لكن أخذ كلمة نبوية في برنامج أكويلا ناش وقالت له أن أنت هتكون زي موسى
وانا هبعت لك هارون يتكلم عنك عشان انت مش بتنطق. وهو عرف ان الكلمه دي ليه وابتدى يخرج في شوارع الاردن وابتدى ان هو يعبر والناس بتتلم وصاحبه ده فاهم اللغه بتاعته وابتدى ان هو يبشر الناس وصاحبه ده كان بيترجم له ورامي لي خدمه عظيمه في الاردن والرب بيستخدمه وقد ايه اثر في حياتي انا اولا وفي حياه ناس كتيره. رامي الرب بيستخدمك وهيفضل يستخدمك. أختي فات هو بسلم عليك وبقول لك إنه هو بسلم عليك وبقول لك إنه عاوز إنه تصلي له عشان هو بيعمل خدمة جديدة اسمها مدرسة الأنبياء فعاوز إنه تصلوا له بالبرنامج هاي الخدمة وهو بده كمان يبارك لك بزواجه ويسلم عليك كثير. أنا فرحانة قوي إن أنا سمعت منك يا رامي ما كنتش عارفة أوصل لك لكن مبسوطة إن أنت بتسمع البرنامج. Amazing story. عم بدعي الأخ نيك Yeah, it's a powerful, powerful story. Hi and thank you for your prayers and we'll be definitely praying for you. هو بيشكرك وبيقول لك هو هيكون بيصلي لك يا رامي. كلنا هنكون بنصلي لك وإن شاء الله إحنا رايحين الأردن في أكتوبر في خدمة كراسي المتحركة مع جوني أند فريندز وإن شاء الله لازم هقابلك المرة دي ونعرف إيه اللي الرب بيعمله معاك جديد في حياتك. شكرا يا رامي. قد إيه قصة رامي قصة حقيقية ومؤثرة. كلمة نبوية سمعها عن طريق برنامج الهمس النبوي وعرف إن الرب بيحركه وخرج للخدمة والرب بيستخدمه بمجد غير عادي. على الفيسبوك he doesn't move he doesn't talk عنده مرض نسيت اسمه لكن شيء عظيم. الرب بيستخدم أي حد بيقول له أنا مستخدم بإيديك وأنا بين إيديك استخدمني. جميلة It's beautiful. نيك كلامك على الليدرز مهم جدا وكلامك للليدرز مهم جدا. زي ما قلت لك قبل كده ان انت صغير لكن عرفت مفاتيح اساسيه في الخدمه وانا متوقع ان الرب هيستخدمك بمجد اكتر واكتر في الفتره اللي جايه لان الاساس صح. I believe that God is going to use me especially I'd say in the next 10 years to establish a platform to speak to more government leaders. هو شايف ان الرب هيستخدمه في الفترات الجايه في العشر سنين اللي جايه انه هيكون بيتكلم لناس في الحكومات قاده في الحكومات not just people but systems ومش بس يتكلم للناس لكن يتكلم لانظمه and I'm so thankful وهو بيشكر الرب جدا I'm excited وفرحان I really am وهو فرحان جدا من ربنا بيعمله في حياته very exciting days في ايام رائعه جايه When we go through difficult trials, ولما نمر بوقت صعب, when it gets more crazier than last year, ولما السنة دي تبقى أصعب من السنة اللي فاتت, know that we are one year closer to heaven. ده معناه إن إحنا سنة أقرب للملكوت والروح للكسم. نصلي للمعجزات. We rest in His peace. ونرتاح في سلامه. We trust in His strength. ونثق في قوته. That his strength is going to be perfected in our weakness. وإن فعلا سلامه وعظمته هتكمل في ضعفنا. But we rejoice that he's with us. لكن نفرح إن هو معنا. He'll never leave us. هو عمره ما هينسانا. He won't forsake us. ولا هيتركنا. He'll never forget us. ولا عمره هينسانا. He loves us all. وبيحبنا كلنا. أحبائي أنا بشكرك جدا يا نيك على وجودك معنا في البرنامج وأنا عارفة إنك هتكون ضيف في برامج تانية. إن شاء الله. Absolutely. إن شاء الله. We love you very much. And إن شاء الله. Next time you'll see my wife here maybe. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. Thank you حبيبي. إحنا دلوقتي هنتفرج على كليب عن حياة نيك وبعدين نرجع تاني نختم البرنامج مع بعض. There were times where I sort of looked at my life and thinking, well, I can't do this and I can't do that. And you keep on concentrating on the things that you wish you had or the things that you wish you didn't have.
And you sort of forget what you do have. Hey, everybody, you want to count with me? Ready, Zay? One, two, three. She watches them cover magazines and TV screens, wishing she could be more like them. In her eyes, there is more to life than becoming someone people admire for beauty. So at night she stares at a window, wishing she could change your beautiful. So happy. That was so much fun. He was awesome. She still hears his words surrounding her. Love you, man. You're good. Thanks a lot, bro. Just words, they faded her away. So at night she stares at a window. She could change. It's when she catches her reflection. She hopes it was another way. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful.
do it again. Just the way you are. Lovely. It's just video جميل. And احنا بنختم دلوقتي البرنامج. وشكرا على مشاهدتكم ومتابعتكم لينا. واحنا بنشكر قناة الكارما وبنشكر كل القائمين عليها. كاميرا بيبول, الإديتورز, الساوند, وكل الناس اللي بترد على التليفونات. بنشكركم كلكم. ما انساش أشكر كل الناس اللي تعبوا في إعداد وترجمة البرنامج ده هو, وساعدوني في كل مرحلة فيه. وأحب أقول بعتذر عن كل الناس اللي على التليفونات اللي مش قادرين نرد عليها. البرنامج ده إن شاء الله هيتعاد النهاردة الساعة 6. قولوا لأصحابكم وقريبكم, وهيكون بيتعاد على قناة الشفا في أيام مختلفة. وأحب أقول لكم هنتقابل الشهر الجاي إن شاء الله وبرنامج جديد من القلب للقلب. مع السلامة.